أعود لكم مشاهدينا فقرة المدونات، واليوم مدونة مهمة عن النوم، وهل المرأة أو الرجل في فرق يعني باحتياجات ساعات النوم ما بينهم؟ أكيد يعني منرحب بالبداية بزميلنا ميران الذي سيطلعنا على معلومات مهمة في هذا الموضوع. تماماً، أهلا وسهلاً. شوف إحنا متحمسين للموضوع منك عم تحكي عن النوم وعن الفرق بين الرجل والمرأة. لا نحن كنا من الإسعاف رح نروح للنوم يعني. بس خلوني أسألكم أول شيء، قد ايه بتناموا؟ أنا ما تسألني عن النوم لو سمحت. أنت ما فينا نسألك يعني بالإضافة إنك بالضبط. أنا خليني على جنب يعني في موضوع عالمية وعندها أطفال. نعم. الله يعين. فما في نوم إطلاقا. هو النوم مع الأطفال حديثين الولادة لعمر يمكن سنتين تقريبا رح تضلها الأم تعاني فعليا صحيح. بالنوم، ما في نوم إطلاقا. موحد النوم العميق، لكن يعني بتحاول. نعم. ما بتقدر. يعني بتعرف أنت ضربت على الوتر الحساس في مسألة يعني إنه إحنا إعلاميين، العمل الإعلامي بيحتاج إلى جهد ذهني جدا كبير، لا يتعلق فقط بساعات دوام معينة. أنت ماشي بساعات الدوام تعطي جهد ذهني صحيح. وجهد جسدي صحيح. لكن حتى لما بترجع للبيت أنت ما بترتاح، أنت صحيح. ممكن أنت عم تقرأ، أنت عم بتفكر شو بدك تعمل. يعني أنا على سبيل المثال الأسبوع الماضي وما قبله كونه كان عندي تصوير لرحلة فكر، فعليا ما كنت أنام، لأنه حتى لما بنام ما بدخل إطلاقا مرحلة النوم العميق، أنا بهلوس في مسألة كيف التصوير رح يكون. فأنت عم تحكي إنه النوم معدوم حتى لما أنت بتنام، النوم مش بس يعني مش بس سيء، هو فعليا معدوم يعني. واستيقاظ طول الليل مع جهد ذهني، بتصحى فعليا أنت مو شبعان النوم. فما تسأل إطلاقا عن النوم يعني، بس إنه ممتع يعني أسرع. شوف صح، أحيانا الواحد بيكون هو ماشي وهو رايح وهو عم بيشتغل عم بفكر، لكن هذا جمال أيضا الإعلام. نعم. إنه الواحد عم بلتقط صور وين مكان عم بيحاول إنه هو يوصل. أكيد طبعا، بس ما في نوم تربطية يعني كلها مع بعض القصص، إنه بتصير هيك بتشوف يا هي بتزبط مع هي وهي بتزبط بالحلم مع هي بتطلع لك أشياء. تماما. اليوم مشاهدينا نحن اخترنا لكم مدونة من مدونات أراجيك للكاتبة هنادي موسى بعنوان من يحتاج لعدد ساعات نوم أكبر، هل الرجل أم النساء؟ طبعا بشكل عام بيحتاج الشخص البالغ من 6 إلى 8 ساعات نوم يوميا كل ليلة، وهذا الشيء بيختلف الاحتياج من شخص لآخر. بعض الناس بيكفيهم 6 ساعات بس من النوم، بينما ما بيشعر الآخرين بأنهم حصلوا على كفايتهم من النوم وبيحتاجوا للمزيد لحتى يحسوا بالنشاط، والبعض أصلاً ما بيشبع نوم. المدونة بتناقش دراسة حديثة المدونة هي اللي نحن اخترناها اليوم بتناقش دراسة حديثة عن النوم واختلافات حاجة النوم بين المرأة والرجل. هلأ السؤال، مين بينام أكثر؟ شو رأيكم؟ لا أكيد المرأة بتنام أكثر، أو بتحتاج لنوم أكثر، يمكن ما بتنام أكثر بس بتحتاج لنوم أكثر، يعني برأي جسمها بيحتاج. أنا بشوف إنه المرأة هلأ طبيعة نومها أصلاً تختلف عن طبيعة نوم الرجل، يعني أنا بحس إنه الرجل بيفوت لمرحلة النوم العميق بشكل أكبر أو بشكل أسرع. المرأة لا، يعني المرأة حتى لو نامت مثلاً 6 أو 7 أو 8 ساعات اللي هي تعتبر للبالغين مدة قياسية جداً، المفروض إنه تعطي الراحة، لكن هي ما بتفوت مرحلة النوم العميق حتى لو نامت هاي الفترة. فبحس بتضلها حاسة انه لا، محتاجة ساعات نوم اكثر. هاي وجهة نظر طبعا. اكيد وجهة نظر. الدراسة وهون وجهة نظر. اكيد احنا هلا بنشوف. تعرف ميران يعني بغض النظر عن الدراسة انا مو كتير مع جدلية انه رجل وامرأة. هي بالنهاية تعويد يعني، وشخص عن اخر بتختلف ظروفه بيئته قد ايه عود نفسه يعني. انا بعرف ساعات بعرف اشخاص كانوا يناموا تقريبا يعني 12 ساعة متواصلة وخلص هيك جسمهم بده، لما صار في عندهم ظروف تانية وعودوا جسمهم لفترة معينة فعليا صارت 6 ساعات تكفيهم للنوم ويصحوا نشطين بعد ما فعلا دربوا جسمهم ودربوا أعضاء جسمهم على هذا يعني النوم. نعرف يعني الكبار بالعمر كمان يعني بناموا أقل يعني 4 ساعات 5 ساعات تلاقيهم أنه خلاص بكفيهم. صح، وبلشوا بيصحوا الأصغر منهم يعني. فعليا المرأة بتحتاج لنوم أكثر من الرجل لأنه بتسم مخها بتعقيدات مختلفة عن مخ الرجل، بجانب أنه مخ المرأة بيشتغل بقوة أكبر من مخ الرجل خلال اليوم. أشار العلماء أنه المرأة بتحتاج ما لا يقل عن 20 دقيقة إضافية على عدد ساعات النوم الطبيعي للبالغين، وبتختلف بالطبع من امرأة إلى أخرى. ولأنه طبعا يوم النساء بيتسم بتعدد المهام اللي بيقوموا فيها بوقت واحد، فبيستنفذوا خلالها الكثير من طاقة المخ. نعم. وبيصير احتياجه للحصول على نوم كافي مسألة ضرورية جدا. أحمدك واشكرك يا رب إنه الدراسة أنصفتنا وأنصفت
طريقة عمل. منصفات على فكرة. هاي برضو منرجع يا ميران لمسألة العمل الإعلامي أو أي عمل ممكن تقوم فيه المرأة، إنه المرأة أصلاً اهتمامها بكثير من التفاصيل أكبر بكثير من طريقة اهتمام الرجل. يعني إحنا مثلاً على مستوى مرات بتصير جدليات ونقاشات بيننا وبين زملائنا في العمل، إنه بتحس النساء طريقة اهتمامهم بكل التفاصيل وجمعها بعقلهم بلحظة واحدة وبوقت واحد والحديث فيها بوقت واحد أسرع بشكل كبير من طريقة تعامل الرجل مع هاي التفاصيل. بتلاقي الرجل خلاص وان واي بده يشتغل هاي الشغلة، بده يخلصها لحد ما ينتقل ومن ثم ينتقل إلى النقطة الأخرى. إحنا ما بنشتغل بهاي الطريقة، وهذا اللي بيخلي فعليا المرأة هي بحاجة لفترة نوم لإراحة العقل، لأنه عندها شبكة عنكبوتية معقدة جدا داخل عقلها، هي قادرة بالقيام بأكثر من مهام، التفكير بأكثر من شغلة في ذات الوقت. فهي بتحتاج للنوم، لأنه النوم بيرجع كل هاي الأمور لطبيعتها، فكتير مهم انها تنام وتعمل تريح حالها. للمشاهدين لمشاهدينا انه انتم فيكم تطوروا هي المهاره، يعني فيكم كرجال انه تطوروا هي المهاره، التفكير متعدد بآن مع صدقوني. ما تضلوا تخلوا النساء تحكي لكم هاي المعلومه عشان هذا الموضوع. لا فعلا في رجال، في رجال قادرين. اذا الرجال فهموا طريقه عمل دماغ الانثى كتير بيرتاحوا. اكيد طبعا، والعكس ايضا، يعني انه المراه تفهم طريقه عمل دماغ الرجل كمان. بس ممكن نطور عمليه النوم؟ هون السؤال اللي بيطرح نفسه. نطورها يعني هل ممكن نصير ننام بالفعل مثل حكت صفاء؟ هاي نقطة جدا مهمة، إنه نعرف كيف بدنا ندرب أنفسنا على نوم مريح. هلا في مجموعة من الأمور اللي ممكن الواحد يعملها نتناقشها في حلقات قادمة. نعم. لأنه موضوع كتير. تعرف طبيعة النوم كمان، يعني ممكن تكون 10 ساعات غير مريحة، فيها كتير من الأصوات. صحيح. من الإزعاج، من النوم المتكرر واليقظة المتكررة، وممكن يكون في 4 ساعات فعليا أو 3 ساعات مريحة بتدخل مرحلة النوم العميق، فأنت هنا قادر إنك أنت تشبعي نوم. فنوعية وجودة الساعات هي أكيد كمان بتحكم. حتى يعني في بعض نصائح أنا سمعنا من زمان أو قريتها يعني من خلال دراسات، انه هي مشان تسرعي النوم وتبعد التكنولوجيا. هلا عن جد كثير بتلعب دور. صح. يعني الموبايل جنب الراس وقت بكون الواحد نايم كافي انه يقلب يومه ليوم تعيس جدا ثاني نهار. الإضاءة فعليا يعني 21 دقيقة من الاسترخاء تعادل 3 ساعات نوم. يعني يقال كمان إذا واحد بده يسترخي حقيقة ويتمدد على يعني اتخذ او سرير. خليني احكي بس هيك نصيحتين سريعتين انا جربتهم عشان عن جد تنام وانت مرتاح. يكون جنبك ورقه وقلم نوت هيك تكتب فيه الاشياء اللي بتعملها الصبح عشان ما ضلك تفكر فيها. وكمان تقرا وانت قبل ما تنام، اقرا قبل ما تنام بتوديك بعالم فعلا بتنيم كانها منوم. لما تمسك كتاب قبل ما تنام يعمل مفعول المنوم. صحيح، فكره حلوه. احيانا بخليك تفكري اكثر اذا هيك تقبلتي بقصص. كتاب عميق، كتاب بسيط، يعني تقرا شيء رواية ممكن، شيء خفيف. صح. إنه بالفعل. صح. يوديك لعالم آخر وتنام وتحلم فيه كمان. صحيح. رح نروح للاقتباس الثاني من المدونة، وجدت الدراسة كمان إنه النوم القليل للمرأة هو السبب الرئيس لعدة أعراض جانبية تتمثل بمشاكل نفسية مثل الضغط العصبي، الاكتئاب، سرعة الغضب. وما بتصير هاي الأعراض بنفس الدرجة للرجال وقت بيحصلوا على عدد ساعات نوم قليلة. ووجدت الدراسة كمان إنه 18% من النساء بيشتكوا من عدم الحصول على نوم كافي خلال 5 أيام بالأسبوع على الأقل، مقابل 8% من الرجال. الاختلاف بعدد ساعات النوم الكافية بين الرجال والنساء بيوضح لنا لماذا بيشيخ مخ الرجل بسرعة عن المرأة بالمقارنة بين عمر مخ امرأة تبلغ من العمر 75 سنة يساوي عمر مخ رجل يبلغ 70 عام. نحن ما متأكدين من السبب الحقيقي، ولكن بشكل عام هي واحدة من الأسباب. بيحصل مخ المرأة يعني على وقت راحة أكبر واسترخاء لتقوية يعني قدراته. يعني بما أنه الجسد المرأة بيكبر قبل جسد الرجل يعني أو بيتعب أكثر، مخ الرجل المخ بالعكس. بالعكس تماماً. يعني هو في نوع من التوازن الحمد لله، وتوزيع النعم بطريقة منصفة، وهي نعمة. بس بالنهاية يعني أنا برضو حابة أركز على نقطة، نسيت النقطة اللي بدي أحكيها. خلص يا ميران نرجع لها بوقت لاحق. إذا تذكرت إسراء النقطة بنرجع بنتذكرها. خلونا نروح لتتمة الجولة بالمدونات مشاهدينا.